لكل المشتغلين في صناعة الدواجن، الجدعان اللي ضخوا ما يقرب من 100 مليار جنيه في قلب هذه الصناعة. دلوقتي هنقابل المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. الحوار شديد الأهمية لأنه كان أقرب إلى مواجهة ما بين برنامج الجدعان وما بين المسؤول الأول عن صناعة الدواجن في مصر. خليكم معنا. المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، هنقابله دلوقتي عشان نناقشه في حال الصناعة، إلا أكيد حضراتكم عارفين إنه مش ولا بد المربين بيخسروا، سواء المنتجين لدواجن التسمين أو بيض المائدة أو حتى الكتكوت عمر يوم، والمستهلك بتوصل ليه المنتجات بضعف الثمن. واجهناه بصفته رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الأب الشرعي للصناعة. هي فين لجنة تنظيم الصناعة اللي أعلنتها الدولة؟ وليه فكرة السعر العادل للمنتج والمستهلك غائبة؟ وإزاي سايبين السمسرة يتحكموا في الصناعة اللي استثمرتها النهاردة وصلت لمئة مليار جنيه؟ الحوار شائك جداً، ركزوا معنا. خليني في البداية نقول بكل وضوح وبقوة كمان أن الدولة تساند وتدعم كل مربي للدواجن في مصر، بل تدعم الصناعة بأكملها. ده حاجة أكيد حضرتك متفق معي عليها، وإلا ما كانش فيه لجان ثلاثة اتنينات، ما كانش فيه اهتمام من رئاسة الجمهورية، ما كانش فيه اهتمام من مجلس الوزراء. وحضرتك لامس ده في الاجتماعات المتكررة للنهوض بصناعة الدواجن. ولكن في بعض المناغصات لازم نبقى مؤمنين إنها موجودة وبنحاول نجد لها الحلول. خلينا في البداية نعرف الناس إيه هي صناعة الدواجن، حجمها النهاردة في مصر كام، حجم الإنتاج، ليه دايما بنقول عليها صناعة البسطاء؟ صناعة الدواجن هي فعلا صناعة البسطاء وصناعة المناطق الفقيرة، مناطق الريفية، المناطق المهمشة. وعلى فكرة هي مش في مصر وبس، في كل مكان في العالم. وعلشان كده الدولة بتهتم بيها، لأنه صناعة الأمن الغذائي، صناعة أمن غذائي رقم واحد. رقم اتنين إنه الشباب، دي صناعة المستثمر الصغير. صحيح. العالم كله بيحمي صناعة الدواجن لسبب للنقطة دي، لأنه صناعة المناطق الريفية لو ما عملش بيزنس فيها هيهاجروا من الريف المدن. وده الاتحاد الأوروبي علشان كده بيحمي هذه الصناعة جمركية. وطبعا ستك عارف أن صناعة الدواجن فوق أنها صناعة الريف، الصناعات المكملة لها بالمئات صناعات بتستفيد من هذا البيزنس، زي صناعات إنشاء العنابر، التبريد، التكييف، الهيترز. فما هيش مجرد المزرعة، ولكن ما هو مرتبط في بيزنس كبير جدا في هذه المناطق، واجب الدولة تحافظ عليه. خلينا برضو نقول ان الدولة بتهتم بتنظيم هذه الصناعة، وإلا ما كانش فيه لجنة تنظيم الصناعة المقررة بقرار من الدكتور مساعد بولي رئيس مجلس الوزراء. ولكن لغاية النهاردة اجتماع واحد، انا تخيلت انها لجنة دائمة، الناس مش هتقوم على المكاتب ولا الملاح. هي ان شاء الله دائمة وهتجتمع مرات عديدة. المتوقع ان احنا عندنا موضوعات كثيرة عايزينها، وهي بعد ما وضحت كان تركيزي إن أنا أوضح لمتخذ القرار أهمية الصناعة للاقتصاد المصري، أهمية الصناعة للمجتمع الريفي. هذا في نموذج اقتصادي بينمو في صناعة الدواجن، هو السيدات التي بتعول أسر ريفيات، السيدات الريفيات اللي على سطح البيت مجرد شقة لسه ما كملتهاش، عامل فيها مربية فيها 500 فرخ، صحيح، 1000 فرخ دي تصرف بيها على العيلة. والنموذج ده ناجح على فكرة في مناطق كثيرة، وفي ناس منهم بتطلع نتائج كويسة. الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مكون من 9 شعب بتعبر عن الصناعة، زي البياض والتسمين والمجازر والأعلاف وغيرها. وعمره ما كان في حاجة اسمها شعبة لصغار المربين، لأن الشعب بتعبر عن الصناعة وتصنفها لتقديم حلول لمشكلات القطاع اللي بتعبر عنه مش القائمين عليها. لكن المهندس محمود العناني أسس شعبة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لصغار المربين عشان يشجعهم على الانضمام للاتحاد، رغم أنها شعبة غير مدرجة في قانون الاتحاد وغير معترف بيها، لكن لعل وعسى يمكن تنجح في جذب صغار المربين لعضوية الاتحاد. السعر العادل قضية كبيرة جدا يا باشمهندس محمود، هنعمل فيها إيه؟ هو موضوع السعر العادل دي في مصر شغالة بقوانين السوق المفتوح والتي يحكمها قانون حماية المنافسة.
قانون حماية المنافسة في مصر زيه في أي مكان في العالم قانون قاسي جدا. أنا لا أستطيع الكلام في السعر أو اجتمعوا علشان نتكلم في السعر، هذا الكلام ممنوع بقوة القانون. طب إيه اللي نقدر نعمله؟ إيه اللي نقدر نعمله هو إن إحنا نطور هذا المزارع، نطور له مزرعته ونجد لها تمويل جيد، ونعلمه إزاي يربي، إزاي يحتفظ، يبعد نفسه عن الأمراض. يعني الاتحاد العام المنتجي الدواجن بيعمل برامج تدريب في جامعة القاهرة، احنا خدنا قرار ابتداء من يناير هنعمل المحاضرات دي في مناطق تجمع المنتجي، نعمل لهم مطبوعات، نجهز مطبوعات سهلة تعلموا ازاي يعمل باي سيكيورتي، ازاي يغذى، ازاي يطهر، ازاي يحن، ازاي كذا، ونوري لهم اهمية انك تقدر تنافس. مش هتنافس اللي لطرت مزرعتك وتعلمت اللي، وانا اخد لهم الناس تطورهم وتعلمهم، باخد البنوك معانا. يعني عملنا بالاتفاق مع الوزارة اللي هو البنك الاهلي والبنك الزراعي عمليات التمويل اللي هي بفايدة مخفضة.